يسعدني أن أرحب عبر الخط الهاتفي بخالة الأسير أحمد دوابشة حلا محمد. حلا أهلا ومرحبا بك معنا، أمنياتنا دوما لك بالسلامة. أهلا فيك ويسعد صباحك. صباحك يا رب. حلا، يعني بداية نتحدث حول اقتحام قوة الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة الأسير أحمد دوابشة وأيضا تسليمها إخدارا بهدم منزلها في بلدة دوما، وأيضا نتحدث أن هذا الإخدار كان يوم الخميس الماضي بالتحديد ظهر يوم الخميس الماضي، وهذه المهلة التي أعطتهم إياها قوة الاحتلال لمدة 72 ساعة وهي يعني قاربت وشارفت على الانتهاء خلال الساعات القريبة القادمة. بداية حلا، ما التفاصيل؟ طبعا هو قبل تقريبا 40-45 يوم قام الاحتلال باقتحام قرية دومة ودهموا منزل أختي، وتم اعتقال ابنها اللي هو طالب في جامعة النجاح بدرس هندسة. طبعا اعتقلوه، وطبعا احنا ما كان عندنا اي تفاصيل يعني انه ليش اعتقلوه، لانه ما كنا متوقعين انه في اي شيء يعني. فبعدين عرفنا بانه متهم بقتل الراعي وتمت تثبيت التهمه عليه. وطبعا يعني شو اوصف لك يعني مشاعر اهله او مشاعرنا، امه ابوه المغترب في امريكا. طبعا بحب انا اركز كثير على التفاصيل بانه بعد اعتقاله تقريبا باسبوع او 10 ايام قام برضه الاحتلال باقتحام منزل والده، وتم تعليم اخذ قياسات المنزل. وطبعا من شهر والام في حاله نفسيه يرثى لها منهاره. وبعدين صار في عنا امل بانه ممكن البيت ما ينهدم، يعني خلص ابنها فقدته بعد ما تم تثبيت التهمه عليه. طبعا احنا اكيد فخورين فيه، اكيد فخورين بانه يعني سأر لغزه ولنساء فلسطين لاطفال فلسطين، لكن كمان يحزننا فراقه، وبحزننا كمان العذاب اللي هو اكيد بتعرضه سجون الاحتلال. طيب حلا، خلينا نتوقف هون قليلا ونتحدث شوي حول هدم المنزل وقرار هدم المنزل واقتحام قوات الاحتلال المنزل. مش يوم واحد أو لمرة واحدة، لا، هذا الاقتحام متواصل. هل أنتم اليوم كعائلة قدمتم أي استئناف للمحكمة على هذا القرار، قرار الهدم؟ هل جاء أي من هذه الردود اللي قدمتوها؟ احنا قدمنا يوم الخميس، اجوا وتم الاقتحام وتم ابلاغ الاسير باهل الاسير باخلاء المنزل، وفعلا يعني باشروا بالاخلاء. طبعا قرانا بالورقه بانه بحق لنا نعترض لعشر الشهر. احنا عملنا بالاجراءات، بس هل حيكون في اي رد ايجابي؟ يعني مش متوقعين صراحه، خصوصي بانه يعني عدونا مش اول بيت ولا اخر بيت حينهدم، وبنعرف انه القوانين يعني ظالمه. طبعا هي بتتم حتى انه حرب نفسيه يعني على الاهل. أكيد. طبعا انا بس يعني بحب اوضح انه حال اهله، بانه والده كان مغترب في امريكا بسبب سوء حالتهم الماديه. قبل تقريبا 10 سنين تعرض لحادث سير وكان مقعد، فهو خرج على أمريكا لحتى يعيش أولاده ولحتى يبني البيت اللي حاليا مهدد بالهدم. فطبعا المشاعر شو ما أوصف وشو ما أحكي. أكيد. وكان المفروض طبعا أختي اللي تطلع، بس أختي بحالة ما بتقدر حتى تحكي فيها. حتى أنا ولأول مرة مش عارفة أوصف مشاعر الحزن ومشاعر الخذلان ومشاعر الألم والقهر اللي عم نتعرض لها من الاحتلال. أكيد. طبعا منظر البيت وإحنا بنخلي فيه، مش بتحكي أنت بس عن حجر، بتحكي عن لمة عيلة، عن دفع، عن تعب سنين وعن صبر أم وتعب أب. فكل هاي في لحظة بتروح. إحنا شعب فلسطيني أكيد جبار وأكيد معطاء، برضه أكيد هاي المشاعر بتقهرنا وبتألمنا لأنها نابعة عن ظلم. فما بعرف يعني شو أكيد حلا، يعني لا أحد يمكن وصف شعوره أمام هدم منزله من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. يعني لا كلمات تصفها حلا، يعني شعور العائلة والأهل اليوم، وحتى إنها فقدت ابنها ومتواجد داخل سجون الاحتلال، وكلنا بنعرف ما يعاني اليوم الأسرى في داخل سجون الاحتلال. يعني حلا، قبل الحديث عن أحمد وظروفه الصحية وإلى آخره، يعني هل هناك سقف زمني محدد لهدم هذا المنزل
المنزل، يعني هل جيش الاحتلال الإسرائيلي أعطاكم سقف زمني محدد؟ متى من المتوقع فعلا أن يعني يتم هدم هذا المنزل؟ يعني اليوم تحدثت حول إخلاء هذا المنزل، اليوم العائلة أين تتواجد؟ طبعا هم اعطونا مهله 72 ساعه، من المتوقع انه يكون الهدم الليله. العائله بتتواجد عند اقارب لنا، طبعا هذا بشكل مؤقت. احنا بنحكي عن ام وطفله وكمان شاب 15 16 سنه. طبعا تواجدوا ببيت احد من الاقارب. ما بعرف يعني عن جد، يعني مش عارف حتى أوصف كمية الألم. يعني الإشي كثير صعب، صعب أكيد. حتى إنه ينحكى، صعب أكيد. إنه ينشرح. منظر البيت وهو أصلا بخطوط الحمراء كانت كفيلة بإنه تعمل انهيار نفسي للجميع. صحيح. إحنا بنحكي عن عدو عم يحاربنا مش بس ببيوتنا وبأولادنا، حتى عم يعمل حرب نفسية، يعني حرب أعصاب. يعني فعليا إحنا بس بانتظار انه متى بده يتم الهدم. ما بنعرف، ممكن يتم الليله، ممكن يتم غدا، ممكن، ما بنعرف. بتعرفي عدو عن جد بحاربنا كمان نفسيا. طيب حالة اليوم كعائلة هذا الأسير، يعني ما هي مطالبكم من الجهات الرسمية اليوم على وجه التحديد؟ يعني حتى أنتم في هاي القرية، هل شهدتوا أي من حملات الدعم والمناصرة؟ إحنا دائما بنشوف على مواقع التواصل الاجتماعي الحملات اللي بتقوم فيها أو بيقوم فيها أهالي القرية وأهالي البلدة اللي فيها مهدد هدم بهدم منزل لأسير أو لعائلة شهيد. هل في من هاي يعني المتابعات، خلينا نيجي نحكي، هل في من هاي الحملات اللي قائمة اليوم في البلد من أجل لو تم هدم هذا المنزل أن يقوموا ببناء منزل آخر للعائلة؟ بشكرك طبعا على هاي النقطة المهمة. للأسف للآن إحنا ما في أي جهات رسمية تواصلت معنا، وما في أي حملات دعم للأسير ولبيت الأسير. ومن هون أكيد بوجه نداء لكل الشعب المعطاء اللي إحنا متعودين إنه هو شعب بفتي بدمه، بفدي بولاده، بفدي ببيوته. فأكيد بوجه نداء ومناشد لجميع أهل الخير اللي بحب يساعد أهل الأسير. بتمنى منه أنه عن جد يتم التواصل، وأقل ما فيها إحنا بنقدر ندعم بعض كشعب فلسطيني بأنه نوقف جنب بعض، بأنه البيت اللي انهدم هو بيتنا جميعنا. وأكيد بحب كمان أوجه أنه أي حدا بقدر يساعد أم الأسير بأنها تتواصل مع الأسير، لأنه قديش هي نفسها تحكي بس مع ابنها، والاحتلال برفض الاتصال، برفض الزيارة. بعرف أنه هذا الحال يعني من حين الحرب على غزة. صحيح. لكن أكيد بنتمنى أنه الجهات المختصة بهذا الموضوع يتم التعاون. وأكيد بنوجه تحية لكل الشعب الفلسطيني، وأكيد جميعنا مجروحين. أكيد حلا، يعني كمان اليوم من المهم إعادة وتسليط الضوء بشكل كبير خاصة على هؤلاء العائلات اللي بتشهد اليوم حملات دهم وتحريض من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين لطمس كل من هو فلسطيني اليوم متواجد على الأرض. حلا، يعني كان بإمكاني أن نتحدث أكثر حول الأسير أحمد وظروف اعتقاله وأيضا وضعه الصحي، لكن نعلم جميعا ما يعانيه اليوم الأسرى في داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا يعني هذا الاحتلال الذي اليوم يضرب بعرض الحائط جميع المواثيق والمعاهد والقوانين الدولية، وحتى لا يسمح اليوم بات بعد حرب قطاع غزة لجميع الأسرى في داخل سجون الاحتلال بالتواصل مع عائلاتهم أو حتى مع المحامين. نتمنى يعني له السلامة والحرية والفرج العاجل والقريب لجميع أسرانا في داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. حلا، اسمحي لي لضيق الوقت أود شكرك حتى هذه على كافة هذه التفاصيل. أتمنى أن تصل هذه الرسالة وهذه المناشدة لكافة الأحرار في هذا الوطن. شكرا لك حلا محمد، أنت خالة الأسير في داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي أحمد دوابشي. شكرا لك. شكرا لكم.